أكتر من مليار شخص حول العالم عندهم ضغط، في 30 مليون مصري عندهم ضغط عالي، 10 مليون بس اللي عارف إن عنده ضغط، و7 مليون بس اللي بيتعالج منه. مش بيجي في الكبار بس، كمان ممكن يجي في الأطفال اللي عندهم مشاكل في الكلى، اللي عندهم مشاكل في القلب، الأطفال اللي مش بيتغذوا كويس ومش بياكلوا أكل صحي، والأطفال اللي ما بتلعبش رياضة. و30% من اللي عندهم سكر غالباً بيبقى عندهم ضغط، طب إيه العلاقة؟ بيسموه القاتل الصامت، لأنه غالباً بيعمل مشاكل كتيرة من غير ما يحس بأي أعراض. وكل ما قل الوعي والثقافة زادت مشاكل المرض، فبيكون منتشر أكتر في إفريقيا بنسبة 27%، بينما في أمريكا بنسبة 18%. أهلاً بيكم في قناتكم الطب والإيمان، واللي بنشرح فيها كل ما يخص جسم الإنسان من خلال فيديوهات أنيميشن قصيرة. معاكم أخوكم عبدالله أحمد إبراهيم. هو يعني إيه ضغط الدم؟ ضغط الدم يعني قوة دفع الدم على جدران الشرايين. الشرايين اللي بتحمل الدم من القلب لباقي الجسم كله عشان تغذيه بالأكسجين والعناصر الغذائية. هو القلب كام غرفة؟ القلب 4 غرف، أذينان وبطينان. البطين الأيمن بيضخ للرئة عن طريق الشريان الرئوي عشان الدم يتحمل بالأكسجين ويتخلص من ثاني أكسيد الكربون، إنما البطين الأيسر بيضخ الدم لباقي الجسم كله عن طريق الشريان الأورطي. في 3 حاجات بيأثروا على ضغط الدم. أول حاجة هي كمية الدم اللي القلب بيضخها كل دقيقة، واللي بتزيد كل ما زادت عدد ضربات القلب. تاني حاجة حجم الدم في الجسم، يعني ممكن واحد يكون عنده 5 لتر دم في جسمه، واحد ممكن يكون عنده 4.5 لتر في جسمه، فأكيد ضغط الدم عند ده مش زي ضغط الدم عند ده. تالت حاجة مقاومة الشرايين. وفي 3 حاجات بيأثروا على مقاومة الشرايين. أول حاجة مرونة الشريان، كل ما كانت الشرايين مرنة مش متصلبة كان أحسن، الشريان ياخد ويدي معاك عامل زي الأستك. تاني حاجة قطر الشريان، كل ما كان الشريان واسع كان أحسن، وده لأن الشريان لما بيوسع الضغط جواه بيقل، إنما لو الشريان ضيق فالضغط جواه بيزيد. تالت حاجة لزوجة الدم، كل ما كان الدم لزوجته قليلة كان أحسن. واللي بيعلل لزوجة وجود بروتينات ودهون كتير في الدم، كل ما كان الدم لزج كل ما كان تقيل وصعب على القلب إنه يضخه. بنقيس ضغط الدم عن طريق الجهاز الزئبقي مش الإلكتروني، لأن 50% من الأجهزة الإلكترونية بتطلع القياس غلط. ضغط الدم الطبيعي 120/80، لكن ضغط الدم المثالي هو 100/60. طب هو يعني إيه الرقم اللي فوق والرقم اللي تحت؟ بص يا معلم، القلب لما بينقبض ضغط الدم على الشريان بيزيد. قوة الضغط ده مقداره 120 مليمتر زئبق، وده بنسميه الضغط الانقباضي. بينما أثناء انبساط القلب ضغط الدم على الشريان بيقل، الشريان بعد ما كان منفوخ يرجع تاني لوضعه الطبيعي، فالشريان يضغط على الدم اللي جواه ويزود اندفاعه، فالدم يفضل يجري أثناء الانقباض وأثناء الانبساط. فضغط الشريان على الدم أثناء الانبساط عضلة القلب ده بنسميه الضغط الانبساطي، وده اللي هو الرقم اللي تحت اللي هو 80 مليمتر زئبق. لو ضغطك بين 120 ل140 فانت سهل انك تعالجه بالأكل الصحي والرياضة، إنما لو أكتر من 140/90 لكذا قراية كل يوم فانت هتكون محتاج انك تروح لدكتور يظبطهولك. طب وهيحصل ايه يعني لو ما ظبطتهوش؟ هيجيلي شوية صداع؟ هاخد له مسكنات. ياريته يجي على قد الصداع. ضغط الدم على الشريان لما يكون عالي بيضعف الشريان، فممكن الشريان يتمدد ويعمل زي بالونة، بعد كده ممكن تفرقع وتسبب نزيف. البالونات ديت بتكون موجودة اكتر في المخ والعين والكلى وبتسبب مشاكل كبيرة. كمان ضغط الدم العالي ده بيسبب قطع في الشريان،
والكوليسترول والدهون بقى أما بيصدقوا يلاقوا قطع يروحوا يترصبوا فيه، فتخلي الشريان بعد ما كان مرن تخليه متصلب، وكل ما تكبر تقلل الدم اللي بيعدي لحد ما في الآخر تقفل الشريان خالص وبتسبب جلطات. وانسداد الشرايين بيعلي الضغط أكتر عن طريق إنه بيخلي القلب يضخ أكتر عشان يقدر يتغلب على المقاومة اللي في الشرايين دي. ضيق الشرايين ممكن يسبب مشاكل زي السكتة الدماغية أو ذبحة صدرية أو فشل كلوي بعد الشر. طب إيه السبب اللي يعلي الضغط؟ الحقيقة إن نسبة كبيرة من الناس اللي عندهم ضغط السبب بيكون غير معروف، وده اسمه ارتفاع الضغط الأولي، وده بيعتمد على كذا حاجة بتعلي الضغط، يعني مثلا شرب السجاير، كتر شرب القهوة، الضغط العصبي والبدني، الوراثة. لقوا إن الناس اللي عندهم مرض الضغط وزي وراثة في العيلة كده بيكون عندهم نسبة كالسيوم زيادة في دمهم، ودي بتزود احتمالية ارتفاع الضغط. فده مع التدخين مع كتر شرب القهوة مع الضغط العصبي والبدني ده ممكن يسبب في الآخر ارتفاع الضغط.